طيب إن شاء الله هنكلمكم على الجزء ده خاص بالدكتور ممدوح، أستاذنا الدكتور ممدوح، هنتكلم على الـ Strengthening Mechanisms. طيب خلينا نشوف كده الـ Presentations دي سريعا كده. What is Strengthening؟ إيه هو الـ Strengthening أصلا؟ نقول Plastic Deformations بيحدث في large number of dislocation move and multiply so as to result in a macroscopic deformations. طيب in other words it is the movement of dislocations in a material which allow for a deformation. In general يعني ممكن نقول كده سريعا في dislocation motions في softening في dislocations أو difficult to move movement أو زي ما بيقولوا كده obstacle dislocation motions ده strengthening أو hardening. طيب تعالوا بقى نتكلم على أنواع ال strengthening أو ال strengthening mechanism في المترز عامة، بداية من ال work hardening. طيب لو هنقول ال work hardening مين اللي بقى عندنا 3 stage of فورك هاردنج؟ عندنا ستيج واحد أو ستيج وان اللي هي إيز جلايد، ستيج تو اللي هي لينير هاردنج ريجنز، ستيج ثري اللي هي بارابوليك أو هاردنج ريجنز. طب ده لهم علاقة بإيه؟ ده مينلي بنقول إن الستريس فيلد أراوند ديسلوكيشنز كان إمبيد ديسلوكيشن موشنز، يعني حتى الستريس فيلد نفسه اللي حوالين ديسلوكيشنز ممكن يعمل نوع من الريبالشنز أو الأتراكشنز بالنسبة للديسلوكيشن وبعدها. طيب لو بنتكلم بقى على dislocation motions وال difficult dislocation motions من خلال بقى احنا عندنا طبعا ميكانيزم بتاع movement dislocation، عندنا نوعين من dislocation اصلا اللي هو بنتكلم على ال edge type وال screw type. لو بنتكلم على الميكانيزم بتاع movement ال edge اللي هو اللي طبعا ال climb اللي هو just below او above على ال slip planes تحت او فوق، طبعا ده بيحصل بالثيرمال انرجي temperature effect، ان انا بزود درجة حرارة يديني نوع من الثيرمال انرجي يعمل نوع من الايه الكلايم بالنسبة للايه وبالتالي يتغلب على الحركة بالكلايم. طيب بالنسبة للسكرو ديسلوكيشن اللي عندنا نوع تاني من الحركة بسموه ايه كروس سليب، لو يقدر يتغلب من ايه يتحرك من بلين لبلين تاني من خلال بلين وسطي. طبعا درجة حرارة بتساعد كتير أو الثيرمال انرجي بتساعد كتير سواء في الكلايمب أو الكروس سليبس. طيب لو بنتكلم بقى على التلاتة ستيج، يمكن أنا يمكن شرحت الجزء ده في الترم اللي فات في الديسلوكيشن. ستيج واحد إز جلايد، يعني إيه السليب بيحصل بسهولة جدا مفيش أي أوبستكل تو الديسلوكيشن خالص، بالتالي معنديش أي مشكلة خالص وبتظهر في بعض الأمور. بقى السوليوشن بيأثر الديسلوكيشن مع البارتكلز انتر اكشن بيأثر الانترسكشنز ما بين الديسلوكيشن وبعدها بيأثر معاك في ظهور او عدم ظهور ستيج واحد. طب ستيج تي اتنين على طول بتحصل امتى؟ الهارنج ده ما يكون في انترسكشنز ما بين الديسلوكيشنز، ممكن ينتج بقى جوج او كينج او الحاجات دي، وبرضك ممكن يديك سيسايل او اللي هو سيسايل ديسلوكيشنز اللي هو ديسلوكيشنز بمعنى صح صعب جدا يتحرك، فبالتالي يديك نوع من الهارد وبالتالي تخش على ستيج ايه اتنين على طول. طيب خلينا سريعا كده نشوف النوع اللي بعد كده last solution strengthening، وده بيتم طبعا سواء بقى substitute او interstitial atom بتخش ما بين الفراغات بتاع، يعني عندنا تو type of atoms type A و type B او atom A و atom B. ممكن بي دي تبقى زي الكربون نيتروجين ولا حاجة صغيرة في السايز تخش ما بين الذرات الايه كبيرة اللي هي في الحجم، بالتالي ده بيسموه انترستيشن سوليوشنز. طيب لو بنتكلم على ال سبستيوشنال بقى، لا بيبقوا سيميلر قريبين بعض في السايز وبالتالي ممكن سبستيوت الاتوم سبستيوت بوزيشن بتاع الاتوم تحل محلها في مكان. طيب ده نوعين بيدوك ايه نوعين من الاسترينسنج، يعني سواء سبستيوشن او انترستيشنز ده بيدينا ايه استرينسنج للماتيريالز. طيب النوع التالت بيسموه البرستيشن هاردنج،
يمكن ده في الحمر مثلا، في بعض سباك الألمنيوم التو سيريز والستكس سيريز والسيفن سيريز اللي هي الألمنيوم كبر سيستمز والألمنيوم مغنيسيوم سيليكون سيستم والألمنيوم مغنيسيوم زنك سيستمز. يبقى عندك في التو يعني طبعا البرستيشن هاردنج هي معالجة حرارية من خلال 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بيسموها سوليوشن هيت تريتمنت، ده طبعا بتدوب كل السبيكة اللي عندك في وان فيز بيسموه سوليد سوليوشنز. تاني مرحلة بتعمل كوينشنج في ووتر سواء هوت أو كولد، وبالتالي تجيب السوبر السوليد سوليوشن اللي اتكون عندك في الوان فيز ده في روم تمبريتشر خلال الكوينشنج، فبيبقى انستيبل فبيسموه سوبر ساتوريتد سوليد سوليوشنز. ومن هنا بتيجي الدرايفنج فورس لعملية الايجنج بعد كده. طبعا في تو كونديشنز هنا مهمين جدا، موضوع كوهيرنس ما بين السكند فيز او البريستيس اللي بتتكون دي مع الماتريكس موجوده ولا لا، السيستم اللي بنشتغل عليه ده، او بردك النوع التاني ان السولابيليتي بتاع السولفز لايز بتقل مع درجه حراره، كل ما درجه حراره تقل السولابيليتي دي تقل، فبالتالي عند الهاي تمبريتشر اللي بتعمل سوليد سوليوشنز بتديك سولابيليتي عاليه، تدوب كتير من السكند فيز ده في الايه في الماتريكس عندك، او تجيب سوليد سوليوشن بنسبه عاليه جدا من السكند فيز. وبالتالي لما بتنزل للو تمبريتشرز السولابيليتي دي بتقل معاك، فبالتالي بيبقى نوع من الدرايفنج فورس لموضوع البريسبتيشنز. فالاتنين كونديشنز دول مطلوبين جدا، فلو اتحققوا في اي سيستم هيحصل المعالجه دي او البريسبتيشن هارد. طبعا هتقول لي اشمعنى بقى، اقول لك المغنيسيوم الكفر ميلي هاردنج اليمنتس، وبالتالي بيساعد في الموضوع ده. لما بنتكلم على التو سيست او التو سيريز في الالومنيوم كبر، بيبقى عندنا اللي هو الكبر المونايد او سي يو ال 2 بيسموه ستيتا فيز. طبعا بيبدا عندك البريسبيشن سيكونس بقى من اول السوبر ساتوريتد سوليد سوليوشنز، يليه حاجه اسمها جي بي زونز او الكلاسترز اوف اتوم تجمعات كده، وبعد كده تكبر في ستايز وفي المورفولوجي، فبيسموه الانترميديات بريسبتيز او الانترميديت فيز. لقيت ما تحصل بقى طبعا ده شغل ديفيوجن كله او عمليه ديفيوجن تايم وتمبريتشرز، لقيت ما توصل للايه كورسنج او السايز الاكوليبريم بريستيس. لو بنتكلم على التو سيريز عندنا ستيتا، يبقى بالتالي عندك بريستيشن سيكونس اللي هو سوليد سوليوشنز او سوبر ساتوريتد سوليد سوليوشنز، يلي جي بي تولز اللي هي انترميديت فيز اللي بتبقى ميلي ستيتا وستيتا برايمز، وبعد كده بنوصل للستيتا الإكوليبريم اللي هو سي يو ال 2. السكس تيرز نفس الحكايه برضك، بيبدا بسوبر ستريت سوليوشنز يلي جي بي زونز يلي حاجه اسمها بيتا وبيتا برايمز اللي هي ام جي 2 اس اي، وبعد كده الإكوليبريم فيز اللي هو ام جي 2 اس اي اللي هو الايه الاي ال بيتا فيز. في السيفن تيرز بيبدا ام جي 2 ام جي زد ان 2 اللي هو بيسموه ايتا فيز، وبيبدا برضك جي بي زونز سوبر ستريت سوليد سوليوشن جي بي زونز انترميديت بريستيس سواء ايتا ايتا برايم، بعد كده الايكوليبريم بريستيس اللي هو ايتا اللي هو ام جي زد ان 2. ده سريعا كده يعني ايه بريستيشن هارد. طيب وجود بقى البريستيس دي في الماتريكس هي سورس لموضوع الهاردنج افكت، يعني عدم حركه للديسلوكيشنز. يعني لو عندي ديسلوكيشنز هيقابلوا بارتكل او بريستيس حاجه من الاثنين، لا اما يعمل شيرنج كاتنج يعدي الديسلوكيشن يعدي البارتكلز ده من خلال كيميكال افكت او شيرنج او كاتنج ميكانيزم، لا اما يعمل نوع من اللوبنج حوالين بريستيس او حوالين بارتكلز، وبالتالي يديك سورسنج للايه للسترينسنج بالنسبه للفتر. طب هنكتفي بكده في النوع ده، بعد كده هنشوف النوع الرابع اللي هو جرين باوندري سترينسنج. طب يعني ايه جرين باوندري ستريس؟ عارفين ان احنا عندنا الماتيريال يا اما كريستالين يا اما امورفس، وبرضك بالنسبه للكريستالين ماتيريال يا اما سنجل كريستال او بولي كريستالين، يعني بمعنى صح عندي عدد من الجرينز كتير في نفس الوقت ده بيسموه بولي كريستالين. لو عندك 1 جرينز او 1 كريستالز بورينتيشن واحده بيسموه سنجل كريستالز. طب انا عندي بقى ديفرنس اورينتيشنز بديفرنت جرينز، فبالتالي عندي جرين باوندري موجوده بين كل جرين والتاني. طيب الاختلافات الاورينتيشن دي بتخلق لي ديفكتس بيسموه اريا ديفكت او جرين باوندري ايه ديفكتس. طبعا نفس الحكايه بردك، الجرين باوندري بيبقى سورس
للسترينثنج بالنسبة لي ازاي؟ هو طبعا نوع من الديفكس زي ما اتفقنا. طيب لو بنتكلم على الاختلافات الاورينتيشنز وحركة الديسلوكيشنز، هيجي على الجرين باوندري ممكن يحصل نوع بقى من حاجة اسمها ديسلوكيشن بايل اب، يعني بمعنى صح يبقى عندك سورس ديسلوكيشنز موجود في النص، هيحاول يتحرك. اول ما هيجي على الجرين باوندري هيحصل له نوع من ريفيرس افكت، البوشنج افكت زي بقول، يعني هيقابل مقاومة. عنده احتمالين هنا، يا اما يتغلب على الجرين باوندري يعدي الجرين اللي بعده وبالتالي يستمر، يا اما هيعمل لك نوع من حاجة من مايكرو كراكس او يخلق لك فويس او كراك على الجرين باوندري. ده اللي بيقولوا عليه ديسلوكيشن بايل اب. نشوف النوع الخامس اللي هو ترانسفورميشنز هاردنج، وده ميلي في الصلب. يعني بنتكلم على الهاي سترينث ستيلز او اللو الوي هاي سترينث ستيلز تقولوا كده، او هاي سترينث اللو الوي ستيلز الهيسلا تايب. بردك بيبقى سوليد سوليوشن سترينثنج جرين ريفايند ستيل ترانسفورمد هاردنج ستيل، ده ميكانيزم ميلي في الصلب. طيب عندك مارتنزيتك ترانسفورميشنز، اختلافات الفيز ممكن تديك نوع من السترينثنج. عندك برضك اختلافات الفوليوم فراكشن، ده لما بنتكلم في الصلب عندنا السلايد ده اف اس سي والفرايد بي سي سي، ده فوليوم غير يعني اللاتس كونستنت هنا مختلفة عن الاف سي، مختلف عن بي سي، وبالتالي الفوليوم بتاع الاستنايد مختلف عن الفرات، وبالتالي الفوليوم شينج ده بيديك درايفنج فورس موضوع الاي سترينثنج، او بتعمل انواع من الهيت تريتمنت او ترانسفورميشن من الاستنايد للفرات. ومنها بيجي انواع الهيت تريتمنت كلها، سواء بتعمل بقى نيلينج او نورمالايزنج او هاردنج هاند وتمبر. النوع السادس بتكلم على الكومبوزيتس ماتيريال سترينثنج، وده مين اللي بيبقى عندي ماتريكس زي الخرسانة ككونكريت، عندي زلط ورمل ومش عارف ايه، وبعد كده في رينفورسمنت او فيلر اللي هو الحديد تسليح. طيب لو بصينا اوفر اول كده، ادي الماتريكس ده وفيها الفيلرز، وبالتالي الاورينتيشن بتاع الفيلرز ده او الفايبر مع الماتريكس بيحدد حاجات كتير جدا. لما نتكلم على ان هما الفيلرز سواء كانت، لو بنتكلم هنا انواع الفيلرز ممكن يبقى عندنا ديسكونتينيوس او كونتينيوس، بارتيكوليت لامينيس، كل الحاجات دي موجوده كانواع فيلرز. طيب اللود الخارجي بالنسبه للكومبوزيت ده الاورينتيشن ستات مهمه جدا، لو اللود نورمال على الفيلرز او الفايبرز بتاثيره قليل شويه، لو اللود بقى موازي للفيلرز او الفايبرز ديك نوع من الايه الستريس العالي جدا. طبعا احنا عندنا تو كومبوننت هنا بالنسبه للكومبوزيت، ماتريكس والفيلر، الماتريكس ده سوفت والفيلرز ميلي او الفايبر بملي هارد، بقى نوع من الكومبرومايزنج كده ما بين الخواص، ماتريكس سوفت وداكتايل والفايبر هارد وبريتل، وبالتالي تقدر تجيب حاجه ايه ان بتوين كده. طيب نشوف النوع اللي بعد كده اللي هو ستيبل سترينثنج باي سترين ايجنج، وده mainly related to solid solution strengthening has been observed in variety of FST و BST structure، سواء بقى substitution ولا interstitial alloy. يعني نتكلم تأثير ال strain rate و temperatures، ده بيحصل نوع من striations في range معين من ال strain rate و temperatures. وبعدين نوعين من ال strain aging، سواء static strain aging أو dynamic strain aging. الستاتيك بتعمل لود واللود، عندنا زي اليلد بوينت فينومينا كده، في البي سي سي بيبقى عندك ابر يلد ولور يلد، اما انا في الاف سي ما عنديش، بتبقى سموث ترانزيشن من الاستيك للبلاستيك، اللينير ريجنز للنون لينير ريجنز، بالتالي بيبقى عندي سموث ترانزيشن مفيش اليلد بوينت زي ما بقول. انا في البي سي سي بتبقى واضحه جدا ابر يلد ولور يلد، وممكن ما بينهم يلد بوينت فينومينا اللي هي ستريشنز. ممكن بقى في الاسترين هاردنج جزء اللي هو البلاستيك ده في الكيرف، في الاستريس سترين كيرف، في رينج معين من التمبريتشر درجة حرارة، تلاقي أنواع من الستريشن كده ظهرت. طب ليه ده بيحصل؟ ده بيسموه دايناميك سترين ايجنج، ده بتبقى حركة ديسلوكيشن وبارتكلز في نفس الوقت، بالتالي مين كاتش مين، لوك وان لوك، لوك وان لوك، لمين؟ للديسلوكيشن موفمنت،
يعني الديسلوكيشن يتمسك السترينث ايه يعلى، ديسلوكيشن يفك يحصل نوع من السوفتنج، بالتالي اب داون اب داون وهكذا. طيب ده النوع اللي بعد كده بيقول تو فيز الويز، اللي هو ان انت اي ماتيريال في الدنيا عايز تعمل لها سترينثنج، لو انا فيز بحط له سكند فيز، وبالتالي تبقى ايه نوع من السترينث. طب انا اكتفي كده عشان السايز بتاع الفايل. شكرا.